اول هجمه حقيقيه تتنفس بسرعه وبدقه من يان ساسي الى رودريجو سيلفا. لعبه الكره وراسيه وجول جوه جول. الله 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 الله, الله. ياسين مرياح بقول لكم ان هم مميزين في ضربات الراس وبيطلع باستمرار. ياسين مرياح ومحمد الامين توجاي, وكانت اول فرصه للترجي عن طريق محمد الامين توجاي بضربه راسيه برضو من نفس المكان دوت, لكن بخبره السنين والايام ياسين مرياح يوجه الكره. يا ولد يا ولد يا ولد, الله على الجول الجميل. حط كره بضربه راس خدعت. بص بص راح لها في الزاويه القريبه, يا سلام. بص ايه حطها في البعيده اللي هناك, يا سلام. بتفكركم بكره مين الكره ديت؟ بتفكركم بمين؟ بتفكركم محمد عبد المنعم, هدفه في مرمى الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا العام الماضي. انما الكوره جميله جميله جميله, يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. حلوه حلوه حلوه, بس هي هل دخلت جول ولا ياسين مرياح هو اللي حطها؟ هو ده جول يتحسب ليه؟ لان اللي ناطط كان رودريجو سيلفا ومعاه غيث الوهابي, انما كمل ياسين مرياح الكره في المرمى. هل كان حطت ناحيه اليمين عن محمد بن علي؟ يلعب عرضيه خطيره يا راجل يا راجل, وجوه جول جوه جول. اسامه ابو جره, يا 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 على الجول اللي يحسم بشكل كبير جدا تأهل الترجي الى الدور قبل النهائي. الكره مشيت بطيئه جدا امام منطقه الست ياردات, واسامه ابو جره بيدور ويفكر ويحطها على طول على يسار الحارس في ليله تاريخيه لفريق الدم والذهب, ليله تاريخيه لنادي الترجي الرياضي, ليله تاريخيه للاحمر والاصفر. يا 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 يا, يا على الجول. بص الكوره اتلعبت اهي من ناحيه اليمين عن طريق محمد بن علي, رجعت له تاني. ادي العرضيه, ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه. يا 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 يا, على برود اعصابك محمد بن علي الاولانيه ومحمد بن علي الثانيه وحسام غشه الثالثه والرابعه الى يان ساسي والخمسه في الجول من اسامه ابو جره. يا يا يا, على الجول اللي يتصور ويعني يتزف كده الجول, يعني اكن لاعيبه الترجي بيعملوا زفه للهدف دوت بكوره خماسيه من محمد بن علي لحسام غشه ليان ساسي لاسامه ابو جره. يا 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 يا, وادي الانذار وادي انذار لاسامه ابو جره. ضربه حره مباشره, لعبت الكوره عرضيه والثالث والثالث. يا 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 يا, الله على الجول الجميل, الله على الجول الجميل. يا سلام عليك محمد الامين توجاي. يا 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 يا, يا على الحلاوه. بقول لكم من البدايه هي ميزه, هي ميزه عند الترجي الضربات الثابته اللي يقدروا يلعبوا فيها بضربات راس من جوه منطقه الجزاء, وخصوصا ان الباكين قلبي الدفاع مميزين في ضربات الراس, محمد الامين توجاي وياسين مرياح. وايضا كان قبل ما ينزل اللاعب رودريجو البرازيلي, ادي الكوره ما فيهاش اوفسايد ولا حاجه. ويا سلام عليك يا توجاي, يا سلام عليك يا توجاي. كانت في كوره جات له الحقيقه في بدايه اللقاء, قطع على الايم البعيد, حط الكرة مرت بجوار, لكن شوف راكب الكرة زي. الله 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 عليك ولد, يا سلام يا سلام عليك ولد, يا سلام عليك ولد. محمد الأمين توجاي يحط جول جميل برأسية روعة الروعة, يطير في السحاب يطير في الهوا شاشي وانت ما تدراشي.